احنا بنتكلم في نفس الموضوع تقريبا، هو ده اللي شاغل الناس كلها. واي اخبار بتحصل وبتنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي عن دلوقتي زلازل، عن لا قدر الله فيضانات، الناس من حقها انها تفهم وتشوف المعلومه الصحيحه. في كلام كتير على مواقع التواصل الاجتماعي عن مساله عاصفه التنين ومدى تاثيرها في مصر، وهتكون موجوده ولا لا، هل في حاجه اصلا اسمها عاصفه التنين؟ وده يمكن كلام يعني حصل قبل كده في 2019 والناس كانت متخوفه جدا. خلينا نعرف بالتفصيل، وخصوصا واحنا داخلين على فصل الخريف في تساؤلات كتير عن الظواهر الجويه هتكون عامله ازاي، فخلينا نعرف اكتر. والناس يمكن برضو متابعه بشكل كبير لانه خلاص بقينا شايفين انه في عواصف في اماكن قريبه مننا وعواصف شديده، فخلينا نفهم بالتفصيل ايه هي عاصفه التنين وحقيقه عودتها اصلا من عدمه. معانا دلوقتي على التليفون دكتور ايمان شاكر، رئيس هيئه الاستشعار عن بعد بالمركز القومي. اهلا بحضرتك يا دكتور، ولو تطلعينا عن حقيقه مساله عاصفه التنين. اهلا بحضرتك يا فندم. هو طبعا مفيش حاجه اسمها عاصفه التنين. يمكن احنا في عام 2020 في شهر مارس تحديدا اتعرضنا لمنخفض جوي كان متعمق بشكل كبير على منطقه البحر المتوسط ودخل على جمهوريه مصر العربيه واثر بامطار غزيره جدا على السواحل الشماليه والوجه البحري والقاهره ومعظم المناطق الشماليه، واستمر لمده 3 ايام. وقت هذا المنخفض تم تداوله بمسمى عاصفه التنين، وعرف اعلاميا بهذا الاسم، وايضا على مواقع السوشيال ميديا عرف باسم عاصفه التنين، لكن ده طبعا اسم غير علمي، وده كان في 2020. اما حاليا فما فيش اي منخفضات متوقع ان هي تاثر على مصر خلال هذه الفتره لمده اسبوع على الاقل. في استقرار تام في الاحوال الجويه، ما فيش اي منخفض جوي متعمق او متوقع خلال هذه الفتره ان شاء الله. طيب يا دكتور، احنا لو في اي عواصف لا قدر الله بيكون عندنا من قبلها عشان بس الناس تبقى فاهمه، تحذيرات بيكون عندها ناخد احتياطاتنا؟ طبعا حضرتك عارفين ان هيئه الارصاد الجويه اول باول بتطلع النشرات الجويه والتحذيرات الجويه في حاله وجود اي حاله طارئه او حاله من عدم الاستقرار في الاحوال الجويه. بيتم طبعا اصدار التحذير الجوي قبلها ب 72 ساعه على الاقل، وبيتم تحديثه قبلها ب 24 ساعه مره اخرى، وبيتم طبعا نشره في جميع وسائل الاعلام، وكمان بيتم ارساله لجميع المحافظات المعنيه لانها طبعا بتكون مستعده بشكل كبير، وبيتم ارساله ايضا لغرفه الدعم لاتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فبيتم الاستعداد من كل الجهات المعنيه. فبنطمن كل الساده المشاهدين الاوضاع مستقره تماما في جمهوريه مصر العربيه، ما فيش اي حاجه حتى الان متوقعه فيها عاصفه تنين او اي عواصف او اي منخفضات جويه. بالعكس احنا لمده اسبوع في استقرار في الاحوال الجويه، وفي حاله وجود اي منخفض هياثر علينا ده طبيعي جدا. احنا خلاص هنبدا فصل الخريف جغرافيا 23 سبتمبر، فطبيعي ان هذه الفتره بيتكون فيها منخفضات جويه، وارد طبعا تاثر علينا بامطار ممكن تكون غزيره في بعض المناطق، ده طبيعي خلال فصل الخريف. لكن احنا بنطمن كل الساده المشاهدين مفيش اي قلق، وكل ما يتم تداوله على السوشيال ميديا بنسبة كبيرة بيكون في إشاعات وبيكون خطأ، فدايما نرجع للمعلومة من مصدرها من هيئة الأرصاد الجوية. أنت عارفة يا دكتور إيمان، أكيد الناس عندها تخوف بعد عاصفة دانيال وما حدث في ليبيا الشقيقة، فالناس عندها تخوف. ده حقيقي وده حقهم طبعا، كلنا متابعين عاصفة دانيال وكلنا أكيد قلقانين، لكن إحنا يعني أكتر من مرة طلعنا وقلنا إن مفيش أي قلق. وعاصفة دانيال يمكن أثرت على مصر تأثير محدود جدا، كانت الأمطار ما بين خفيفة ومتوسطة على المناطق الشمالية، القاهرة كانت أمطار خفيفة جدا، اتأثرنا ببعض الرياح المحملة بالأتربة، لكن الحمد لله مرت بسلام على جمهورية مصر العربية وما كانش ليها أي تأثير سلبي في أي محافظة من المحافظات. وبنطمن الناس طبعا، لأن أكيد طبعا الأخبار الكتير اللي بيشوفوها دي بتسبب قلق طبعا لكل السادة المواطنين، فإحنا بنطمنهم إن ما فيش أي مشاكل إن شاء الله. وفي حالة وجود أي منخفض أو أي عاصفة قادمة بيتم التحذير قبلها ب 72 ساعة، وبنطلع إرشادات للمواطنين. ويمكن دايما حضراتكم متابعينا إن حالات الأمطار الغزيرة بيكون في تنسيق مع المحافظات وبيدوا أجازات أثناء الدراسة علشان طبعا ما نعرضش الأطفال كمان لأي خطر، فما فيش قلق وبنطمنكم جميعا إن شاء الله. شكرا جزيلا دكتور إيمان شاكر، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد بالمركز القومي، شكرا جزيلا لحضرتك.